فينجادا المستشار لاتحاد الكرة المصري السابق يحذر ريكاردو سواريز من تدريب الأهلي. لو أنت جديد معانا في القناة اشترك معانا، ولو عجبك الفيديو يخبط لايك. علق فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري على أنباء اقتراب البرتغالي ريكاردو سواريز لتولي قيادة النادي الأهلي، وقال فينجادا في تصريحات خاصة: ريكاردو سواريز اختيار رائع للأهلي ومناسب للفريق، وأتوقع أن ينجح مع المارد الأحمر. وأضاف ريكاردو سواريز: مدرب واعد، ونقطة قوته في النتائج الإيجابية التي حققها مع جيل فيسانتي هذا الموسم، والتي تعكس إمكانياته الكبيرة كمدير فني. وأتم: أخشى على ريكاردو من أمر واحد، وهو تولي المهمة في منتصف الموسم. هناك مجازفة بتعيينه في هذا التوقيت، الأفضل أن يأتي مع بداية الموسم. إذا أعجبك الفيديو اخبط لايك واشترك معنا في القناة، يصلك كل جديد.